الكسية حمد منجر. هذا هو الهدف الذي يسجل بمداد من ذهب لنادي عفيف، الهدف المفصلي والتاريخي لحلم طال انتظاره أكثر من أربعة عقود، حلم حققه هؤلاء الشباب المبدعين المتألقين بتألق إدارة ناديهم وطواقمهم المختلفة. ها هي اللحظات الفارقة تتحقق بعزيمة وإرادة الأبطال. أسماء اللاعبين: مجرن محسن المطيري حارس، حماد مناجة المغيري قلب دفاع، عبد المجيد سنيتان المغيري قلب دفاع، خلف محيا المرشدي ظهير أيمن، محمد صالح المهيدلي ظهير أيسر، مالك عبد الله الحربي وسط ملعب، حسن جلو الدوسري وسط ملعب، تركي سعود القسامي وسط أيمن، حاكم سعد العازمي وسط أيسر، بندر غزاي المهادلي صانع ألعاب، عبد الرحمن نجا الغنامي مهاجم، أحمد عايد المطيري حارس، سلطان جميعان الحربي قلب دفاع، هاني فيحان الغنامي وسط ملعب، عادي شامان القسامي مهاجم، مجرن عيد الذيابي مهاجم، رائد مرزق المطيري ظهير أيسر، فيصل خالد المرشدي وسط أيمن، فيصل نياف الغباوي وسط أيسر، فايز فهد العصيمي حارس، عبد الإله عامر القسامي وسط أيمن، فيصل حزام المغيري مهاجم، عبد المجيد سلطان المرشدي ظهير أيمن، أحمد دخيل الله الدلبحي قلب دفاع، عيد مسفر الغنامي. مدربو الفريق: ممدوح قطب، سيد قصراوي، زين العابدين، عواد أبو القاسم. أسماء الإداريين: محمد سعيد العازمي، جقير علي الخراصي، إعلام النادي: سعد خلف العنزي.